السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نوريكم إن شاء الله طريقة باش غادي نخدمو أي حاجة بلدية. على سبيل المثال كيفاش نخدمو قفيطن، كيفاش نخدمو بويجيمة ديال الدار طويلة، كيفاش نخدمو قندورة. كاين جوج طرق باش نفصلو. الطريقة الأولى، إلا كنا باغيين هاد اللبسة هادي تكون محلولة من قدام، تنتنيو الثوب بهاد الطريقة هادي، تنتنيو الثوب بهاد الطريقة هادي ونخدمو ابتداء من هنا. تشاهدوا معايا ابتداء من هنا، بمعنى أننا تناخدو الجهة المتنية وجهة غير متنية بهاد الطريقة هادي، مع مراعاة أننا نخليو الأمام المكان ديال الخياطة. أما إلا كنا باغيين الأمام والخلف يكونوا بزوج مسدودين، فحنا تنخدمو في هاد الجهة هادي، الجهة المتنية بهاد الطريقة هادي. دابا اليوم إن شاء الله غادي ناخدو البيصة اللي هي محلولة من الأمام، يعني غادي نخدمو في هاد الجهة إن شاء الله.